السلام عليكم. شقة 202 متر على الواجهة على الدائري مباشرة في أشجار دارنا. ده المطبخ، مطبخ مساحته 3 × 3.5. بعدين عندنا هنا حمام ضيوف، طعم الحمام ايديال ستاندرد والخلاطات جروهي، ريسبشن ارضيات بورسلين مستورد اسباني، جيبسون بورد طبعا، سبوت لايتس، سبوت لايتس في السقف، وكمان في سبوت لايتس في الارض الارضيات، تراس بص على الدائري على طول. الشقة دي 4 غرف، منهم غرفة معمولة زي غرفة مكتب أو ممكن تبقى أوضة نوم لطفل، دي غرفة منهم. عندنا هنا ده الحمام الرئيسي، ودول الـ3 غرف نوم، غرفة ماستر، حمام، ودي الغرفة التانية ومعها بلكونة جانبية. بعدين الغرفة التالتة وبرضه بتبص على الواجهة على الدائري على طول. الشقة كمان معمول فيها ساوند سيستم، أرضيات الغرف بتبقى HDF ألماني، الواجهة بانوراما، يعني خلاص الشقة تقريبا بقيلها بس شوية فينش قليل قوي، السبوتس هتركب وفي حاجات كده باقي فيها وش اخير بس، انما هي الشقة بنسبة 95% خلصانة تشطيب يعني.